اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل مع نجمنا المونديالي الكابتن جمال الأندور. كابتن جمال اخبارك ايه طمني والله كابتن مصطفى الحمد لله آه زي ما قلت حضرتك في الاول الصحه والستر اهم حاجه وربنا انعم علينا بيهم ودول اهم حاجه في الدنيا دلوقتي وبحمد ربنا على كل حال بتمارس رياضه زي ما قلت لي يعني كم مره في الاسبوع اي آه بص <applause> ولا بالصدفه انا بروح العب كرة م م م مع القدماء في في نادي الشمس اللي هم آه. مين بقى كابتن آه. طارق آه. سالم آه. محمد يونس علاء هاشم شلل القديمه آه. 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 دي اه المجموعه بتاعه مصر الطيران آه. المجموعه بتاعه بتروح تروح مرتين مثلا في الاسبوع اه ولا لا مرتين في الاسبوع بس منتظمين اه منتظمين جوه الصاله صاله النادي ب... بنقف بقى ن... ن... نعكس على بعض كان بيجي معاك اللي هو حسن شاهين كان بيبقى موجود معاك كان مطلع. بيبقى موجود قبل كده آه مظبوط انا بقابله كان بيقول لي كنا بنلعب في وايهاب طلعت بيجي وايهاب طلعت وكان آه. محمد فؤاد بيروح قبل كده محمد فؤاد كان بيجي آه. اوقات وكده وكان وكده. مصطفى يونس وكان في شله كبيره قوي كانت بتروح تلعب مظبوط على فكره فكره جميله قوي بس اعتقد إنك كانت موجوده مصطفى اللي هو في النادي الاهلي اسمه فريق الشمس زي الشمس لا ده من سنين مش كده كان هي جميع. دي كل الناس آه. الاعضاء القديمه والفنانين القدام كلهم تمام, تمام وكنا بس عشان نروح نتفرج عليهم ناخد اذن ايوه آه. لا هي 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 القدامه بتوع النادي دي فكره كويسه واتمنى كل نادي يكون عنده قرب الالفه بين الناس بعدها اه الناس بعض بتشوف بعض على فكره بيجي معانا ربنا يديله الصحه الكابتن مش عبان ما شاء الله ما شاء الله عليه شوف آه طبعا دي ربنا دي معنا في في موجود معانا في الملعب وبيمارس ال بسلم عليه قوي ان شاء الله يا كابتن ان شاء الله. كابتن جمال انا وانا بقرا السي في بتاعك بقى يعني بكلمك بكل صراحه وامانه انا ما متخيل ان السي في بتاعك فيه مليان بالطريقه دي انا بقيت يعني مش مبسوط قاعد بقول الراجل ده عمل كل الكلام ده كله هل ابدا معاك بالتحكيم ولا ابدا اقول لك مثلا انت بدات قبل ما تبدا التحكيم كنت بتعمل ايه؟ طبيعي انا بدات بلعب كوره بدات في نادي درجه ثالثه اه كان نادي ايه؟ كان نادي اسمه موظفي الحربيه موظفي الحربيه على فكره كان صلاح سالم موظفي الحربيه وكان ليه اكثر من مكان آه آه. اه اه بدات وانا عندي 15 سنه 15 سنه اه فانا رحت النادي على اساس ان انا رايح لفريق تحت 17 سنه هو النادي كان فيه 17 و19 و21 والفريق الاول الفريق الاول مفيش 15 فانا كان عندي 15 سنه فروحت النادي عشان اروح نادي فريق تحت 17 سنه فانا رحت بالغلط رحت بالغلط رحت اليوم اللي فيه 19 سنه اللي هم الاكبر الاكبر اه دخلت الملعب واتمرنت معاهم راحوا مسجليني في 19 سنه يعني رحت بالخطا وقمت انا المفروض رحت 17 سنه اه فرحت 19 استمريت في النادي ده قد ايه؟ اتسجلت في 19 <تسجلت> في 19. <تسجلت> في 19 سنه وانت سنك كان 15 وانا سني لسه 15 سنه اه بقيت يا كابتن مصطفى ايه لعبت والحمد لله انا كان 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 جسمي كان كويس وانا وانا صغير كان جسمي وانا 17 سنه في لا ما بسم الله ما شاء الله تبارك الله ده هو آه. انت محافظ على جسمك لحد دلوقتي <تسجلت> فلعبت سجلت ولعبت فبقى الفريق ال... بقى فريق ال 21 سنه بتاعتك ايه؟ اه بص يعني ده ده دي كانت في مرحله بعد كده تقريبا تحت 21 سنه او وده بس لعيب كان معايا في الفرقه آه بس شكلك في الصوره دي انك في توه في الملعب <applause> كان على فكره كانوا بيقولوا لي انت شبه مصطفى عبد يا سلام ده حاجه تسعدني فبقيت وانا فريق 19 سنه فريق 21 سنه ياخدني العب ماتشاته اه والسنه 15 سنة, سنه اه السنه اللي بعديها لعبت خلاص ما انا اتسجلت بقى 19 هرجع آه, آه تاني آه آه السنه اللي بعديها برضو متسجل في 19 سنه وكنت بلعب بقى ماتش يوم الاحد مع 19 سنه يوم الثلاث مع 21 سنة, سنه ويوم الخميس مع الفريق الاول ما شاء الله